ويجعل من يشاء
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي الحكيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحي
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد Thank you.
ألا إلى الله تصير الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ألا إلى الله تصير الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ عندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها Thank you.
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تذكرة وذكرى لكل عبد منيب. أفلم ينظروا فبنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تذكرة وذكر لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد.
رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق. ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فغفرك اليوم حديد.
قال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين قيل غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها ادخلوها بسلام ذلك يوم